لا والله بشكل المجتمع لا خلاص المجتمع خلاص على 20 على 30 على واللي يتزوج بنتك يكون صاحب الفضل. والله في ناس كفوا انه ترى اللي يتزوج بنتك ولا اختك هو صاحب الفضل، شال عنك هم شال عنك عار. كم من اباه ويلافظ انفاسه يعني عريس له فضل يبكي يقول باقي ثنتين ثلاث، كم واحد يقول الحمد لله اديت الامانه.